السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Game. اليوم جبت لكم لعبة سكونا أوف رايس أوف رون. يا جماعة الخير، أنا بصراحة شفت مقطع بسيط وعجبني طريقة اللعب، فقلت لازم أجرب هذه اللعبة في القناة. فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نلعب. أوكي يا جماعة، خلونا نضغط X ونبدأ نلعب يا أخوان. إذا كنت أنت متابعين الأنمي يا أخوان أكيد راح تعجبك هذه اللعبة، لأن هذا اللعبة يا أخوان نفس طريقة يعني الأرت ماله نفس أنمي يعني. فأتوقع راح تعجبك اللعبة إذا كانت من متابعين الأنمي يا أخوان. فأنا بصراحة عجبني كيف الأرت ماله أو الجرافيكس، عجبني طريقة اللعب، فقلت هذه اللعبة ضروري جدا نلعبها يا أخوان في القناة. وشوف لك أنت شوف كيف طريقة الجرافيكس، يعني كيف الرسوم في اللعبة. صراحة الرسوم ممتازة وحيوية، من هيك عجبنا ذا اللعبة. هذا قاس يصرخ يا اخوان، خلينا نخفض الصوت لان قاس يصرخ، لاني بديت ما اسمع نفسي وش قاس اقول. حلو، hear me guess if you cross the bridge your pathway home shall be forever. اوكي، turn back turn back turn back. يقولهم رجعوا صار مش فايدة. يقول انتم ما تسمعوا، انا قصر اقول لكم رجعوا، ولكن هذيلا حالفين ان ما يرجعوا. اوكي، it's no place what part of turn back or does you. اوكي، الشعب يعني مصرين يكملوا الطريق. من ذا؟ هذا باغي اسمه ينتقم شكلها. تنتقم انت؟ باغي تنتقم يعني؟ لحظة انا اوريك من اللي ينتقم. ايش الخاين؟ انا ما خاين يا زبالة، انا ما خاين. ايوه طلع لي السيف هذا. ما انا قاعدة تتنافض. افا على بالي هو ذي النعفته، يعني نعفته شفت النعفته كيف كبرت. واب ايش من ذي؟ هي ذي البرنسيسو، هي ذي الشخصية اللي نحن راح نتحكم فيها يا اخوان. هذا البرنسس، هي ذي. هذا بعد يتنافض قسم بالله ما قادر. ماشي انتي ونعفتش. اوكي يا جماعة، بدينا في اللعبة، فخلونا الحين نمشي الى قدام. وهذيل ترى اللي كانوا معانا اللي هناك هم هذيل عبارة الفريق المساعد، وهذه الشخصية هي الشخصية الاميرة. هذه اميرة يا اخوان، فهذه الاميرة راح تنقذ هذا العالم من الشعوذة يا اخوان. والله لك اللعب صراحة ممتازة، وذا اللعبة متوفرة في كل منصات يا اخوان. تبغى تلعب في السويتش، وبغى تلعبها في السويتش، وبغى تلعبها في البلاي ستيشن. اللعبة متوفرة في كل مكان. والله بصراحة اللعبة صراحة يعني ما يتفوت البر، فيستاهل تجربة يا اخوان، يستاهل تجربة صدقوني، يستاهل التجربة. انا بطيح، اوف كنت بطيح. لحظات انا بقي، هذا عنده درع، عندك درع وانا ما عندي درع. انا ظلم يا الخنزير. هذا كانما البوكيمون هذاك، ما اسمه كل البوكيمون، نسيت اسمه يا اخي. نفس الشكل اخوي، نفس الشكل. هذا شكل اخو التوأمة او عمه، ولاد عم يعني قصدي. انزين اقول لكم يا فيران يا ارانب، عندي مفاجأة حالكم، انه السيف مالي يطلع نار. ايوه يطلع نار. والله صراحه شوف يا اخي، شوف الجرافيكس، يعني كيف الارت بصراحه جميل جدا، يعني يفتح النفس. ما نفس الالعاب السولز يجيب لك حاله نفسيه، ذاك الالعاب يجيب لك حاله نفسيه يا اخوان. يا زباله تعال تعون، يا زبونه تعون تعون ابلع. اي انا على بالي طحت. اوف في شيء تحت هناك، كيف ننزل ولا كيف يعني؟ اكرر بنزل يا اخوان. انا قاعد يعني هذا وش اخذ؟ طلع مخبين شيء تحت هنا. تشيك this door doing a place like this eh? Your guess is as good as mine, judging by its looks. A doubt will be about your person through it with aim. Okay. هنا شكله يحتاج له شيء من الله، مفاتيح حق هذا الباب. واتوقع هذا الباب يكون فيه شيء، يعني شيء مميز.
اوكي خلونا نروح فوق، خلونا نروح بطيح بطيح. اوكي تعالوا يا ارانب، باغي اوريكم حركه جديده تعلمتها بس تو تعلمتها يا زبال. لا قص تضرب ما قا ها. اولاد عم انتوا، اولاد عم ما شاء الله عليكم اولاد العم، لكن انا عندي سلاح مال اولاد الخال. خاله لنتحرك الى التونل، رايحين التونل يا اخوان، رايحين الى النفق، نفق ال والله صراحة اللعب يعني يا اخي عجبني كيف الارت يا اخي جميل يا اخي كاك يفتح النفس يخليك تلعب. من ذا؟ اوكي وصل الاسماء، وصل السنجاب المتطور هذا. اوكي اول اسمه زعيم، هو الزعيم في اللعب يا اخوان، لكن انت ما تعرف من انا البرنسس حبيبي، انا البرنسس اسمها برنسس كيوت، اسمي برنسس سيكونا الكيوت. ايوه كذا حبيبي كذا. ضربني. هدي حبيبي هدي، اذا ما تموت اقول لك انا بعلمك السلاح كيف ناس يتضاربوا بالاسلحه. زين ايوه حبيبي، خلاص انت حبيبي، انت خلاص انت مت. هو ما مات لكن لا في ضرب يعني. اوكي ايش من الهزات الارضيه ده؟ صار هزه ارضيه يا اخوان، شكل الشرده ذاك. هذا ايش اللي قمنا نحن يا عمري؟ انت اقول لك تعال عصرك، هو ما قال تعال عصرك اختفى. اوكي اتوقع يا اخوان خلصنا اول منطقه، فانا راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان يا اخوان. اضغطوا لايك والشير والاشتراك، كان معكم عادل من قناه انفين جيمنج، متقانا في فيديو القادم يا اخوان. سلام، ليتس جو.